كذلك أوضح المحامي حمزة قطينة أن رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب وإمام المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري يخضع للتحقيق في سجن المسكوبية بالقدس المحتلة. نقف أمام مركز تحقيق غرف 4 في المسكوبية في القدس، حيث تم استدعاء سماحة الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس للتحقيق معه فيما يعرف بغرف 4، حيث أن الشرطة الإسرائيلية توجه له شبهة التحريض وسيتم التحقيق له معه في هذه الشبهة في هذه الأثناء. سماحة الشيخ يخضع للتحقيق الآن في هذه الأثناء منذ الساعة 12:30 وحتى هذه اللحظة ما زال يخضع للتحقيق في غرف 4، وبانتظار نهاية هذا التحقيق لنعلم ما هي الإجراءات يعني التي سيتم اتخاذها بعد ذلك.